Mon chéri. Vas-y, Habitias. Ne pleure pas. Ne fais pas comme ça, chéri. Je suis malheureux. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, chéri. Merci. Ah oui, تفضل. كل يوم يعدي علي أصعب من اللي قبل. من يوم ما دفنته حسيت إن أنا دفنت معاه. بعد الشر عليك يا موجة. مش معقولة تفضلي تعيطي عليه بقيت عمرك. أنت في حس شبابك وألف راجل بقى يتمنوكي. بس تعرفي عدي الله يرحمه كان واطي. واطي قوي. ما سابش واحدة من أصحابي دول ما حاولش معاها. كتيرة قوي كنت أقفشه بيلعب في مناخيره. أقول له بتعمل إيه يا عدي؟ يقول لي بتسلم. وكتير قوي قوي كان بيطلع له دمامل يقعد يفعص فيهم يفعص فيهم لما تتفعص يحط صباعه في بقه يعمل صوت بشع وهو بياكل. كنت برجع لكن انا بصراحه غفرت له كل حاجه بعد لما مات. هفضل مخلصه له بقيت عمري كله. بس تعرفي بقى اللي فريمون جونتي طلع ذوق مات بدري. الحمد لله. راجي هاني تشري؟ سيل فو بلي رأفت كابوتشينو سان سكر. مورجا هاني؟ فرابتشينو بس من فضلك في المج الاسود بتاعي عشان انا حزينة. ربنا يجعلها اخر الاحزان. اوكي؟ ماشي. على فكرة لطفي الماس بقى هلكني هيموت عليكي كل يوم مورجا مورجا مورجا. بليز بقى هني عليه شوية. ما يصحش ده كان صاحب جوزي. الله وده يمنع. وما تنسيش كمان ان المرحوم ميت وهو مديون له 100 مليون جنيه والراجل من جونتياس بتاعته ما فتحش بقه لغايه دلوقتي. وعلى فكره جايب لك كوليه ديامون يجنن يجنن سينيه بالجاري. تعرفي انا ظلمت لطفي معايا. يا ريت تبلغيني انا بكن له كل احترام. يا دكتا ودلع يا يقول لنا تغير. ايه اللي انت بتعمله ده يا حيوان؟ دي نانسي عجرم حضرتك. في العزا؟ لا في الكاسيت. شيل ده بسرعه بسرعه. حضرتك بقولك ايه؟ على بال ما اتطرق الستات دول انا هوصل لغايه لطفي وعلى بال ما اجيبه بقى تقلع الفستان الاسود ده. فاهمه ولا لا؟ اربار يا جماعه فرصه سعيده اني شفتكم. باي يا روحي. باي باي. أنا مهجة النشار حرم المرحوم عطية أبو سريع. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطية مات. بقى في حياتك يا مدام يجعلها آخر الأحزان. أنا محسن هنداوي صديق المرحوم. ميرسي أوي محسن بيه على حضورك. لا على إيه؟ شد حيلك. إحنا كده. الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان. والله. لا 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 اجمدي امال اجمدي يا مدام اجمدي كده. لازم تجمدي. انا جمدت خلاص مستي. ما تجمديش قوي كده يعني. هو كان لغايه كده بس. الله يرحمك عطيه. والله والله ما اعرف الا دلوقتي. عطيه كالرجوله كالرجوله طول عمره كان يحب الضحك والفرفشه. والله بس شهاده لله كان ذوق حلو وكان يحب يمتع نفسه وكأنه يا حبيبي كان حاسس انه ماشي يا حبيبي. والله انا
انا اللي كنت جاي اشوفه الاقي نفسي جاي اعري فيه، قصدي اعزي فيه. تعرفي حضرتك ما كنتش اقول له غير يا طاطا. اي والله كان يحب كلمه طاطا دي قوي، بدلعه طاطا. اخبارك يا طاطا؟ وهو بقى يقول لي يا ميحه، كان انا محسن، يقول لي ازيك يا محسن. محسن وطاطا كان حتى في الشارع معروفين، محسن جيت طاطا راح، طاطا جيت كانت فاحل انت بنتك فاحل. يا حبيبي يا هاشم. قهوة قهوة قهوة. والبيه؟ بيرة ساعة. محسن بيه هنداوي سيادتك، انا اسمي رأفت شغال هنا، انا من اشد المعجبين بسيادتك. سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب. انا سيرفيس على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني، وسيادتك ادتني ورقه ب 100 جنيه ومضيت لي عليها، انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى. طب رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس، على شويه سوداني سخنين، على شويه كاجو، ها؟ عشان دي الظاهر انها ليله حلوه. ليله حلوه قوي. عينيا يا باشا. وانا كان عندي عز من عطيه. أنا كنت بحب عطيه قوي. إزيك دلوقتي يا مدام؟ مش كويسة الحمد لله. أحسن نفسي قوي. لا 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 لا. أنا عايزك تبقي مؤمنة كده. لازم تكوني مؤمنة. لا لا لا، أنت بتعذبيني. كده أنت بتعذبيني. عايزك كده تبقي مؤمنة و ها؟ بس بس حبيبي. يا حبيبي يا هاشم. مشبرة يا باشا. هنا ازاي تعمل كده يا حيوان بيه رفعزة؟ ده محسن بيه هنداوي صاحب اول واكبر كل حاجه سيادتك. امشي. هو كان في زعطيه، كان جدع وصاحب صاحبه. اه والله عمره ما كان مليم على حد، عشان كده ليلته زي الفل فل. لسه مقابله من اسبوع في الجيم، كان طاير من على الارض طير. اه والله زي الفراشه، كان خفيف الله يرحمه. بتقول قابلته امتى؟ من اسبوع. قابلت مين؟ عطيه الله يرحمه. ولا انا دخلت عزه غلط بقى؟ انت قابلته من اسبوع؟ يعني اسبوع 10 ايام كده. الله يرحمه الثانويه بتاعته النهارده، ميت من سنه. ميت من سنه؟ امال كان بيجي الجيم ازاي وهو ميت؟ وانتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انت مين وعايز ايه؟ هقول لك بس ما تصحش كده قدام الناس. دول اصحابي الانتيم، ما بخبيش عنهم حاجه. لا اصل ده موضوع عائلي لازم نتكلم فيه على انفراد. اوكي يا مهجة، احنا هنمشي بقى يا روحي. اورفار. اورفار يا روحي. اورفار، مع السلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. انت حلال يا بنت. باي يا راوي، ميرسي. بونوي رافض. عينيا يا باشا، هات لنا بقى ازازه ثانيه عشان شكل القعده كده هتطول شويه. ها عينيا يا باشا. والنبي يا باشا سيادتك، يعني ممكن قبل ما تمشي اخد معاك صوره؟ قوي. اجيب الموبايل من جوه؟ قوي. الله يخرب عقلك يا طاطا، سنه ميت وتجيلي الجيم. نعم، عاوز ايه؟ تعالى اقعد جنبي كده عشان عايزين نتكلم كلمتين حلوين مع بعض. احنا لسه هنتكلم؟ انا مش في المود. انا بقى في المود. خدي بقى اشرب الكوبايه دي عشان نبقى احنا الاثنين في مود واحد نعرف نتكلم مع بعض. مش طفحه الزفت ده ولا ده. عايز ايه؟ شوية بقى يا باشا بسطرمة على شوية جبنة على شوية لانشون يستاهلوا بقك يا باشا. مفيش زيتونية مخللة كده على مزاجك؟ يا سلام يا باشا، حلمية الزيتون تكون عندك حالا. ما تجيبش حاجة يا زفت. أطلب لك البوليس ولا هتتكلم؟ وأنا مش عارف أتكلم وأنت عصبية كده. تعالي اقعدي. اقعدي كده وروقي عشان نعرف نتكلم مع بعض. أنا محسن هنداوي، صاحب هنداوي جروب. أول وأكبر مجموعة اقتصادية في الشرق الأوسط. شوية زيتون بقى يا باشا يستاهلوا بقك. ليمونة معصفرة بقى كده على مزاجك. ها يا سلام يا باشا، كبر الليمون. ما تجيبش حاجة يا زفت. الواد ده جدع أوي. أخيرا مهجة وافقت عليا. ياه، أنا مش مصدق نفسي.
أنا ما قلتش إنها وافقت يا لطفي، لكن يعني بالغريزة بتاعتي الأنثوية وباعتباري ست بفهم أقدر أقولك إن مهجة بتموت فيك. إزاي؟ مهجة إنسانة مش عادية، يعني ست زيها اللي تقفل على نفسها المدة الطويلة دي كلها بعد موت جوزها وترفض كل المغريات تبقى أكيد معجزة. هو ده بقى اللي مخليني مش عايز أفرط فيها. أوكي يا محسن بيه، صدقني أنا أول مرة أعرف إن المرحوم كان مشارك حد في الفيلا. وعلى كل إن سيب لي نمرة تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتصل بيك. آه طب والفلوس؟ فلوس إيه؟ السبع مليون دول برضو ما عندكيش فكرة عنهم؟ مش حضرتك ماضي على الشيكات دي برضو ولا إيه؟ حاضر حاضر، بس اديني أسبوع عشرة أيام أحضر لك المبلغ. طيب أدي إحنا قاعدين هنا أسبوع ولا عشرة أيام لحد ما تجهزي نفسك. تقعد فين؟ أنت اتجننت بقى ولا إيه؟ أنت مش طبيعي؟ لا تشتمي ليه طيب؟ أنت بقى اللي مجنونة وقلت الأدب. لا احترم نفسك وعرف أنت بتكلم مين. أنا اللي غلطانة إن أنا اتنزلت وقعدت مع واحد زيك. الظاهر بقى إنك أنت وليا لبط ومش هتجيبيها البر. وليا؟ زعلتك وليا قوي، واللبط ما زعلتكيش. ما قلت لك هديك فلوسك، اصبر عليا شوية. اصبر اصبر اصبر. وفي حد بيصبر النهاردة؟ اشمعنى أنا يعني لحد؟ لا الحكومة عايزة تصبر ولا البنوك عايزة تصبر، اشمعنى أنا اللي أصبر؟ والنبي ساعة الباشا الصورة اللي أنت وعدتني بيها، الموبايل بتاع حضرتك يا أستاذة موجة يعني صورينا عشان أنا الموبايل بتاعي ما فيهوش كاميرا وبعتهولي بلوتوث. ها؟ يلا ابتسم بقى يا باشا ابتسم. امشي انجر من هنا، انجر. ايه في الباب رافض؟ مش عايزين فضايح. صح يا باشا، طول ما بابنا مقفول علينا محدش ليه دعوه بينا. مش كده؟ اه. سيب الزفت مفتوح. وانت ان شاء الله جاي لي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا امشي. مش عطيه الله يرحمه ده مش كان صاحبك؟ اعمل له اعتبار. ده كان صاحبي ولا نيل، ده كان حرامي، وكنا واخدين البيت ده الشركه عشان نجيب فيه نسوان، ولا كان في طاطا ولا ميحه ولا حد انت عامل ميحه، ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البنت اللي جنبي. انت طلعت لي منين بس؟ انت ليه مش عايز تراعي ان انا ست وعايشه لوحدها وارمله؟ ارمله؟ اه ارمله يا عيني. ارمله ولابسه فستان اسود، الفستان قصير ورجليك طالعه زي البنور. اهو انتوا كده رجاله تموت تحلو وترمرموا بعد كده. ها انت بني ادم قليل الادب. انا برضو بني ادم. انا بني ادم برضو. هي بني ادم دي اللي ضايقتك قوي وقليل الادب ما ضايقتكش؟ طب اديني فلوس وانا حامل. طب وديني ما انا مديك اي حاجه، ايه رايك بقى؟ وهتخرج من هنا ورجلك فوق رقبتك. فاكر انك انت استفرطت بيا؟ لا هوريك الوش التاني. يلا يلا اطلع بره. انا قاعد في بيتي، انا ليا نص البيت ده. ما انا في حاجه. انت بتضربني يا حيوان؟ شوية ورق عنب بالعكاوي بقى يا باشا يستاهلوا بقك. لطفي لطفي لا 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 تعالى انت شيل من هنا وانا هشيل من هنا. حاضر يا باشا. ها؟ لا استنى عشان ده بلوه هنا، في بلوه. تعالى شيل من هنا، تعالى شيل من هنا وانا اشيل من هنا. ماشي يا باشا. من عند الوراك وانا اشيل من عند الراس. ها؟ ايوه. بس اسمع. لا استنى استنى. معكش كوريك؟ كوريك؟ اجيب لك ساتك ولا ايه؟ طب اسمع اسمع. انا اشيل من عند الوراك وانت تشيل من عند الراس. ماشي يا باشا. ماشي؟ ماشي. ماشي استنى بس طب اسمع ما تيجي نشيل بقى ايه من الجناحات احسن. من جناحاتها؟ اه انت جناح وانا جناح. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. ايه وانا بعزم عليك على اكل. حاضر يا باشا. يلا حبيبي. الولاده دي مجنونه يا رأفت. ايوه يا باشا وبتاخد مهزئات. مهزئات؟ ايوه يا باشا سيادتك يعني بتقعد تهزق فينا على الفاضيه وعلى المليانه. هو ايه اللي حصل يا باشا؟ لا ولا حاجه. بقول لها انا ليا نص البيت ده راحت وقع من طولها. أنا باشا مش مصدق نفسي. أنا بتكلم مع سيادتك.
انا مره شفت لسيادتك حوار في التلفزيون يا باشا وانت بتحكي عن قصه كفاحك وازاي بدات من الصفر ووصلت بقيت اهم رجل اعمال في مصر. بص بص يا رافض. ايوه يا باشا. اهم حاجه في رجل الاعمال انه لما يقع يقدر يقف على رجليه تاني. مهم جدا. يا سلام. عنك انت اخويا. عنك انت. ايوه عارف. رجل اعمال لما تجيله فرصه لازم يثبت فيها. يمسك فيها جامد. ما تسيبهاش. ما تسيبهاش ابدا. يا سلام. مش نوم ولا حاجه عشان متهيألي بلاش يا باشا. بلاش؟ لا متهيألي بلاش. طيب